حفظ الله، تحية طيبة. نستكمل مادة الجغرافيا بالصف الأول الثانوي. موضوعنا حيكون اليوم مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي، حيكون موضوعنا دراسة المناخ. بداية تمهيدا نتعرف على المنطقة اللي حندرسها. بسم الله. حندرس المناخ والعوامل المؤثرة في المناخ، ولكن بداية حنتعرف على مكان الدراسة. حندرس بداية الغلاف الجوي، بحكم أن حنتكلم على الهواء. الهواء الجوي مكون من 7 طبقات للغلاف الجوي، تبدأ من الاستراتوسفير اللي هي أول منطقة الملامسة لسطح الأرض، واللي يصل ارتفاعها من 5 إلى 10 كيلومترات. سمك الغلاف الجوي بالكامل يصل إلى 350 كيلومتر. دراستنا نحن بالنسبة للمناخ حتكون للطبقة الملامسة لسطح الأرض، واللي ترتفع إلى حد 15 كيلومتر تقريبا، واللي هو تحدث فيها جميع الظاهرات من سحب وأمطار وبرق ورعد، وحد الأقصى اللي تطير إليه الطيور، وكل الظاهرات الجوية من تكاثف وتساقط ورياح كلها تحدث في هذه الطبقة. مكونات الهواء، الهواء مادة شفافة عديمة اللون، سمكها بالنسبة للغلاف الجوي 350 كيلومتر. الطبقة اللي حنتحدث عليها بالدراسة اللي هي تمتد من ارتفاع 10 إلى 15 كيلومتر، وهي المكان اللي تحدث فيه جميع الظاهرات الجوية. مكونات الهواء الأساسية يتكون من 78.2% نيتروجين، يعني غالبية مكونات الغلاف الجوي من هذا الغاز النيتروجين، وأكسجين بنسبة تقريبا 21%، باقي ثاني أكسيد الكربون والأرجون نسب ضئيلة جدا. تعريف المناخ، معنى المناخ هو دراسة الجو من حيث عناصره: درجة حرارة، ضغط جوي، رياح، رطوبة لفترة زمنية طويلة ولمنطقة كبيرة المساحة. فمثلا نقول أن المناخ لشمال أفريقيا أو غرب أفريقيا لعام 2014 أو عام 2014 عام 2015، من عام 2014 إلى عام 2015. أما بالنسبة للطقس فيختلف، اختلاف الطقس هو في المدة الزمنية وفي المساحة. الطقس يدرس عناصر المناخ من حيث درجة، نفس العناصر، درجة حرارة، أمطار، ضغط جوي، رياح، ولكن يدرسها لفترة زمنية قصيرة قد تكون ساعات أو يوم، ومنطقة الدراسة تكون أصغر من منطقة دراسة اللي حكينا عليها المناخ، ممكن تكون مدينة بنغازي. إذا الصح أن نقول الطقس في مدينة بنغازي، ومن الخطأ أن نقول المناخ في مدينة بنغازي. العوامل